السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تركيب الثيمات على أجهزة iOS سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود الشغالة بنظام iOS 9، iOS 9.0.1، iOS 9.0.2، جميع إصدارات iOS 9 بدون جيل بريك وبدون حاسوب وبدون أي مشاكل. لا تبتعدوا كثيرا وابقوا معي، نمر إلى الشرح مباشرة بعد هذا الفصل الإعلاني القصير. كما ترى أمامك هاتفي شغال بنظام iOS 9.0.2 كما موضح في الصورة. إذن في البداية استنتقل إلى متصفح سفاري وتقوم بالدخول إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو. بعد ذلك ستنتقل هنا إلى الأسفل وتختار الخيار iScan iOS Teams. الآن ستنتقل إلى iScan والiOS Teams، ومن هنا تختار التيم الذي تريده، أو من هنا من هذا الخيار حتى تطلع على كل التيمات تختار براوز آل تيمز، هكذا تفتح لك كل التيمات المتوفرة في هذا الموقع. للإشارة فإن هذه التيمات تقوم بتغيير شكل الأيقونات، كذلك تعطيك يعني خلفية تتناسب مع هذا الشكل لهذه الأيقونات. مثلا ستختار التيم الخاص بأبل ووتش، سيعطيك يعني خلفية باللون الأسود حتى لا يظهر الهامش الخاص بالأيقونات، يعني وكأنها تصبح على هيئة دوائر، فالموقع رائع للغاية. من هنا سأختار على سبيل المثال، سأختار نضغط على هذا التيم. إذن الآن بنفس الطريقة كما ترى أمامك هنا، أظن أن هذا التيم رائع للغاية. من هنا تختار الهوم سكرين، تقوم بحفظ الخلفية التي يدعمها هذا التطبيق، تتناسب مع آيفون 5 و 5C و 5S كما موضح أمامك، نقوم بحفظها هكذا. الآن نضغط على باك، من هنا نختار أبليكيشن أيكونز، يدعم 34 أيقونة. من هنا أيضا تختار شو كويك أيكونز، بعد ذلك نضغط على شو كويك أيكونز. الآن ستختار من الديسبلاي تختار آل، من السلك تختار آل، من هنا بعد التحديد يعني هنا آل وهنا آل، تضغط فقط على هذه الأيقونة بالأعلى هكذا. الآن تنزل إلى الأسفل، تنتظر حتى يتم تثبيت أو انتظار تثبيت ملف التعريف الخاص بهذا التيم. كما ترى انتقل إلى الإعدادات ويريد تثبيت ملف التعريف. الآن نضغط على انستال، نقوم بكتابة الباسورد، انستال مرة أخرى، انستال. الآن إذا رجعت إلى الشاشة الرئيسية ستجد أن شكل الأيقونات قد تم تغييره بالفعل. الآن نقوم بتغيير الخلفية ونرى الخلفية التي قمنا بتنزيلها حتى تتناسب مع هذا التيم. نقوم ب use wallpaper set boot هكذا، نرجع إلى الشاشة الرئيسية كما ترى أمامك. يعني الخلفيات الآن رائعة مع الخلفية التي وفرها لنا هذا التيم وهذا الموقع، يعني كما ترى أمامك. للإشارة عندما تختار show quick icons يعني إظهار كل الأيقونات وتحديد يعني كل الأيقونات مرة واحدة دون اختيار كل أيقونة على حدة، فتظهر لك العديد من الأيقونات لتطبيق واحد. فعلى سبيل المثال هنا سفاري يظهر لي أيقونتان، أنت تختار الأيقونة التي تريدها والتي تتناسب معك وتقوم بحذف يعني الأيقونة الأخرى هكذا. هنا كما ترى أمامك الصور يظهر لي الفوتوز بهذا الشكل وكذلك الفوتوز. إذا تعجبني الفوتوز التي مثل يعني يوجد بها جبال فأقوم بحذف هذه الصورة، كذلك يعني العديد من التطبيقات الأخرى كما ترى أمامك هنا. إذا الهاتف هنا نقوم بحذف هذه الأيقونة ونترك أيقونة واحدة ونقوم بترتيب هذه الأيقونات. للإشارة هذه الأيقونات ليست حقيقية بل ترفعك إلى التطبيق الحقيقي، فعلى سبيل المثال نضغط على تطبيق الميوزك ينقلني مباشرة إلى التطبيق الرئيسي، فهي يعني شكل وجذاب ويعني العديد من الأشياء الرائعة كما ترى أمامك. حتى يعني الكاميرا هنا، لاحظ أيقونة الكاميرا كيف تغيرت، يعني شكل رائع للغاية. والإزالة هذه التيمات فقط تنتقل إلى الإعدادات، بعد ذلك هنا الإعدادات، تذهب بعد ذلك إلى جنرال، هنا تنزل للأسفل تختار بروفايلز كما ترى هنا اسم التيم، تدخل إليه ديليت بروفايل، تقوم بكتابة الباسورد ديليت،
الآن إذا رجعت ستجد الأيقونات. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الطريقة قد نالت إعجابكم. رجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب، يظهر الآن أسفل الفيديو علي من يكون قم النقر علي قبل نهاية الفيديو للتوصل بجديد حلقات شبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي. كذلك لا تنسى زيارة المدونة والإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى ذلك والحين دمتم في أمان الله.